السلام عليكم طلاب، اليوم عندنا درس جديد. تعذرون أنا اليوم تأخرت في المحاضرة، عندي ظروف شوية صعبة، عندي بيبيت شوية وطال بالي عليها، مريضة كلش متخربطة. فراح نبدي الدرس. ناخذ الفصل الثاني. الأعداد النسبية ومقارنتها وترتيبها. بالبداية خلينا نعرف شنو معنى نسبي. طلاب، نسبي معناته عبارة عن كسر، مثلا عندي 7 على 8، هاي نسبة يسموها نسبة أو تناسب. فهذا هو المعنى الحقيقي للنسبي. خلينا نجي ناخذ أمثلة على الكسور. هنا أنا أريد الكسور بصيغة الأعداد النسبية. نجي ناخذ اللي هو 2، أول واحد 2، شلون أحوله كسر نسبي أو تناسب. 2 من أخذته، 2 هي عبارة عن 2 مقامها 1. اوكي، هسه صار عندي كسر نسبي. واضحة طلاب؟ اللي وراه خلينا نجي ناخذ المثال الثاني بعد اوضح. المثال الثاني راح يقول 1 عدد صحيح ونص. 1 عدد صحيح ونص. هسه راح اعلمكم شلون تتخلصون من العدد الصحيح. هذا العدد الصحيح شلون اتخلص من عنده؟ هذا اضربه ويا هذا واجمعه ويا هذا. اوكي، يعني ايش راح يصير؟ 2 في 1 2 زائد 1 3، والمقام نفسيته، يعني 2 ضربته بواحد زائد واحد طلعت 3، والمقام نفسيته. اوكي طلاب، فراح نجي للسؤال اللي بعده اللي هو قايل لي سالب 7. إذا أردت، العفو، إذا أردت حول الكسر، فأنا أعرف إنه مقامه 1، اللي ما عنده مقام أسوي مقامه 1. فطلاب اللي ماكو له مقام راح أسوي مقامه 1. خلينا نجي ناخذ بعد أمثلة. أمثلة هواي والخير هواي. فالمثال رقم 4 أو من ضمن الأسئلة أو الأمثلة، فمعطيني رقم 4، معطيني هو عبارة عن 1 عدد صحيح وثلاثة على 7. 1 عدد صحيح وثلاثة 7. فهنا شلون نطلع بعد هذا؟ راح ينضرب بهذا ونجمع ويا هذا حتى أتخلص من العدد الصحيح. هذا ينضرب ويا هذا وينجمع ويا هذني. خلينا نوخرهن على مود لا تشبتون بالامتحان. فهنا 7 في 1 7 زائد 3 10، زين بالنسبة للمقام، مقام نسيته يبقى هالطريقة. هذا طبعا هذا حل، هذا مو شبتون، هذا حل الرابع. اوكي طلاب، السؤال اللي بعده قايل لي طبعا هو مختار لنفسيته. السؤال اللي بعده خلينا ناخذ اللي بالسالب. خلينا نختبركم طلاب، 5 قربالكم طلاب، بالاشارات تغلطون ترى يضيع السؤال نهائيا. هنا 3 على 5، فهنا سالب الاشارة تقول الاشارة السالبة. طلاب لا تستعجل وكون دقيق بحلك. شو تسوي؟ تنزل 5 بالمقام. اوكي، هسه شو اسوي؟ اضرب 5 فيها زائدا هذا، يعني 5 في 4 صارت لي سالب 20، مو صح ولا؟ 5 في 4 20، والسالبه نزلت زائدا 3.
اوكي طلاب، هالدقة هاي اريدك بهالدقة. ليش سويتك يعني انا اقدر اطلع الناتج قبل، طلاب اقدر اطلع الناتج قبل، بس انا ليش سويت هاي الخطوة؟ على مود شنو؟ اوضح لك شلون راح اطرح اشارة الشبير وطرحت سالب 20 تروح 3، اشارة الشبير شنو؟ سالب 17 على 5. اوكي طلاب، فوضحت لك شلون صارت، النتيجة بهالشكل هذا. اوكي طلاب، راح ناخذ بعد نحولهم العدد نسبي. هسه هذا عرفنا شلون نوصل للعدد الصحيح، فهسه راح ناخذ كسور 20 ونحولهم الى عدد نسبي. يلا طلاب ويا، اريد تركيزكم وبالكم يمي. هنجي اول واحد من كسور العشرية اللي هو يجيك السؤال حول الكسور العشرية الى كسور اعتيادية. هذا كسر 20 اللي هو 0.11، اريد احوله الى كسر اعتيادي. طلاب هذا شو اسوي؟ ارجع الاصلي، اقول هذا جاينا من 11. اوكي 11، هنا اخلي واحد، هنا ورا المرتبة كم واحد؟ 1 2، يعني صفرين اضيف. 11 على 100، 11 على 100. عرفتوا طلاب شلون؟ رجعت هذا اصله هو 11، وهنا ورا المرتبة كم؟ 1 2، مرتبتين اضيف صفرين. اوكي طلاب، حد دقة هاي اريد الجواب. اللي بعده، نطيني التمرين الثاني اللي هو 3.112. هاي شلون راح ارجح؟ باعوا طلاب، لا ترتبك ولا تدوخ ولا هذا شنو اصله؟ اصله هو 3112 على 1، ورا المرتبة كم صفر؟ 1 2 3، 3 اصفار. شغلك ورا المراتب، الاصفار شلون تضيفهم؟ ورا المرتبة. عندك ورا المرتبة اضيف الاصفار، فهنا صار 3112. 3112، واحد كم مرتبة؟ 1 2 3، 3 اصفار اضيف، ضفت 3 اصفار. اوكي طلاب، خلينا نجي للتمرين اللي بعده اللي هو 33%. شلون راح احول؟ ثلاثة وثلاثين بالمية شلون راح احول؟ طلاب هاي بزونة جاي تلعب بالغراب، طردتها برا، ها تطلع صوت. 33% على طار البزونة، ذاك اليوم ماخذت لها كتكوت لقيتها بالحديقة، فجيت يعني ملتمات عليه دار ما دار وينوص الكتكوت، جبت الماسحة كسرتها عليه رديتها بس التركمار، بالاخير خذيته وكلته ما لحقت له، قهرت عليه. هسه طلاب نرجع لدرسنا، 33% هنا 33 على كم مرتبة؟ 1 2 اضيف صفرين، 33 على 100. بهالطريقة هاي اريدك تجاوب بالورقة، مو تصخم هاي رحمة الوالديك، هاي تنظرون بس مال تكنيك وتعدلون بقليل كم. وانت امهات الديرم حطن ديرم وترجع اللي ورد، حطن حمراء وترجع اللي ورد، وقاضي